السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو من الله الجميع يكون بخير. امبارح كان في فيديو عن أسبانيا، لكن اليوم هنتكلم تاني عن أسبانيا، لكن مش هيكون يعني الكلام أكتر من الفيديوهات. لازم نشوف طبعا الرعب اللي كانت في أسبانيا، وإن شاء الله الفيديو يعني ياريت يستمر في اليوتيوب ما يتحذفش منه بعض المقاطع، لأنها فعلا مقاطع صعبة. امبارح كان في فيديوهات قوية واليوم فيها يعني فرق بسيط، لكن عشان كانت المقاطع بتاعة النهاردة اللي هنشوفها مع بعض كانت قريبة شوية وبتوضح كمان حالة الرعب والدمار اللي حصلت. نشوف أول فيديو سوا وبعدين نرجع تاني. زي ما شفنا الفيديو طبعا حالة الخوف وحالة الهلع والصراخ من الشخص، لأنه هو طبعا كان بيصور الفيديو وما كانش متخيل ان الامر يعني هيوصل للدرجة دي. والفيديوهات دي كمان مخصوص علشان الناس اللي يعني المساكين اللي بيدخل يعلق ويقول الكلام ده مش حقيقي والكلام ده كذب، لكن هو معروف ان دي اشخاص يعني في قلوبها مرض، نسأل الله سبحانه وتعالى لها الهداية، وداخل بس يكذب علشان يكذب مش اكتر من كده. وهقول له يعني ربنا يهديك، لانك ممكن تبتلى ويحصل معاك نفس اللي حصل او اللي انت بتكذبه ده، عشان تؤمن بقدرة الله سبحانه وتعالى وتعرف ان المقاطع حقيقية مش كذب او قديمة او مفبركة. يعني كل خبراء الطقس والعلماء وحتى الاهالي نفسها في حالة اجماع ان ده ما حصلش ولا حتى في موسم الشتاء، فما بالكم بالصيف اللي احنا فيه دلوقتي. مشهد تاني كمان محاولة زي ما احنا شايفين انقاذ في وسط الشارع، واللي بيصور تقريبا يعني بيبكي من الخوف او ان في حد والله اعلم من اللي حاولوا ينقذوه مات، لكن فعلا المشاهد مخيفة بمعنى الكلمة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية للجميع. شايفين الشوارع العمومية، الحوادث اللي بتحصل والعربيات اللي يعني فوق بعض كلها مخبطة في بعض شكلها عامل ازاي، يعني مشاهد غريبة سبحان الله، وحالة من الشلل التام في المدينة كلها. وده مشهد تاني، العربيات في الشوارع مقلوبة وجزء من الناس بيصور، لكن طبعا الجزء التاني زي ما احنا شايفين وضع مخيف. الامطار دي كمان في ساعات معدودة، يعني دايما بنقول المعلومة دي لان دي من العجائب اللي بقت بتحصل. وهنا كمان قوة المية بتتلاعب بالعربيات سبحان الله، يعني كأنها لعب اطفال، وده شفناه في معظم الدول اللي حصل فيها الفيضانات الطوفانية العجيبة دي. خسائر بالمليارات في كل الدول اللي حصل فيها الفيضانات دي، او يعني ما تسمى بطوفان فعلا من الامطار الصيفية. هنا الناس بالليل قدام زي ما احنا شايفين قدام المنازل، الشوارع يعني كلها عايمة بالعربيات، الشوارع اتقلبت لبحر فجأة والحياة شبه متوقفة تماما. ودي مشهد تاني برضو للشارع السريع او الشوارع الكبيرة الرئيسية، برضو الكل متوقف، العربيات تحت المية وكأنها غرقت في نهر يعني، ودي مية من داخل المباني، يعني شايفين قوة اندفاع المية داخل المباني عامل ازاي. قلنا ان ده حصل في اسبانيا زي ما بنقول بالتحديد، يعني فيضان صيفي مرعب ومدمر، كان في مدينة تاراجونا واقليم الكنار. الحياة توقفت تماما هناك، ألغوا حركة القطار الدولي ما بين المدن، خطوط المترو برضو توقفت في مدريد بسبب الأمطار الغزيرة. كمان تم رصد أكثر من 9000 صاعقة برق في العاصمة في ليلة واحدة، نزول أمطار غزيرة جدا في مدينة اسمها قشتالة والمنشف أو بالأسبانية كاستيلا لامانشا ومنطقة نافارا، دي منطقة منفصلة تماما عنها، والفيضانات تسببت برضو في سقوط الأشجار وتضرر المباني في المدينتين دول.
مقاطعة الكنار صرح خبراء الطقس ان كمية الامطار اللي بتنزل في شهر كامل 30 يوم نزلت في خلال نصف ساعة فقط. ده دايما بنكرر المعلومة دي في كل الدول اللي حصل فيها الفيضانات دي، والكلام ده قلناه من كام سنة، وقلنا ان النسبة هتزيد اكتر من كده في الاعوام القادمة، وده بيتحقق الفترة دي. واللي عايز يرجع بالفيديوهات من سنة واتنين في القناة موجودة وتاريخها موجود، هيلاقينا قلنا الكلام ده. وزي ما احنا شايفين يعني قوة الامطار سحبت السيارات وكل اللي كان قصادها سواء من البيوت او كان في المنازل للبحر المتوسط، يعني خدت كل ده في طريقها لغاية ما وصلته للبحر. هيئة الارصاد الجوية الكتالونية صرحت بتساقط أكثر من 215 لتر من مياه الأمطار لكل متر مربع خلال الساعات القليلة اللي فاتت. ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، وزي ما بنقول كل مرة والله أعلم القادم أعظم للبشرية كلها إلا من رحم رب. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، واهدي العالم كله إلى دين الحق. نجتهد كلنا في الدعاء لعل الله سبحانه وتعالى يرحمنا ويرحم الجميع بدعاء عباد صالحين مستجابي الدعوة. وبكده تبقى حلقة اليوم انتهت على خير بفضل الله سبحانه وتعالى. لا تنسوا الاكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.